للمزيد ينضم معنا عبر الهاتف المرشح عن حركة حقوق عباس العرداوي. سيد عباس، مرحبا بك. الانتخابات أشرفت عليها الأمم المتحدة وقبلتم بذلك، وأغلب الكتل وقعت على ميثاق السلوك الانتخابي والمفوضية ردت الطعون. إذن لماذا الخروج بتظاهرات وربما تؤزم الوضع بشكل أكبر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم سيدي الكريم، تحية الكرم للضيافة. في بعد الأمر التظاهرات حق دستوري ومشروع، والتظاهرات السلمية مكفولة بحق للمواطن بنص مادة 38 من الدستور، والتعليمات الواردة من وزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة أيضا تتحدث بنفس الإطار. فأصل التظاهرات هو مكفول، لكن لماذا الاعتراض؟ الاعتراض لأن هنالك غبنا وقع على عدد كبير من المشاركين بانتخابات 2020، وقدموا طعون. معنا منهم قدمنا طعون رسمية إلى المفوضية، لكن للأسف نشعر بحالة من التجاهل وعدم الاستجابة. هذا دفعنا حقيقة إلى أن نذهب باتجاه المطالبة الحقيقية بتشكيل لجان تحقيقية ولجان متابعة لهذا الموضوع، وبالتأكيد الموضوع خلفه التنسيقية، إطار التنسيقية الشيعية الذي تحدث بشكل رسمي إلى المفوضية باعتباره يضم عدد كبير من الكتل الأساسية والرئيسية في العمل السياسي، والتي تعترض على نتائج الانتخابات، والتي سجلت وأشرت عدد كبير من الطعون والمخالفات، المخالفات العينية المثبتة بالفيديو، المخالفات المثبتة بأوراق الشكاوي. إلى الآن المفوضية تقول أنه لا يوجد أي مخالفات أعطتنا إياها الكتل المعترضة فيها إثبات أو دليل واضح على وجود تزوير. المفوضية تتعامل بتجاهل للأسف مع إرادة الشارع العراقي، وسفهت هذه الشكاوي اللي وصلت. هي تتحدث عن 130 شكوى معتبرة، والاعتراضات وصلت إلى حد 3650 شكوى. هي أدخلت نفسها في أزمة إعلان لنتائج غير نهائية، وتحدثت وقدمت وفتحت باب الطعون، في حين أن هناك 21% من المحطات هي غير مرفوعة وغير محسوبة لحد هذه اللحظة. أدخلت نفسها في أزمة توزيع النتائج، تارة بالصحف، تارة بالمواقع الرسمية، وأخرى من خلال الشاشات، وبالتالي صنعت حالة من الإرباك. المحاولة التجاهل إرادة. نعم سيد عباس، إذا كان يعني هذا الرأي المتكون على المفوضية لديكم وعلى المعترضين على نتائج الانتخابات، هذا يدفعنا للسؤال، لماذا وثقتم بالأصل في هكذا مفوضية ثم تعترضون على نتائجها؟ طبعا هذا السؤال يعني غير منطقي، باعتبار نحن لسنا أو كثير من المشاركين لهم غير معنيين بإجراءات الدولة. إجراءات الدولة هي ملزمة بها، والتشريعية السابقة ممكن أن تكون مساءلة عن هذا. نحن كيانات تأسست حديثا ودخلنا بالعمل الانتخابي، ونثق مقدما بالقضاء وبالمفوضية ومؤسسات الدولة. إذا لم نكن نثق مقدما، بالتالي راح يصنع لنا مشكلة، يعني مشكلة ذنب دون واقع. يعني لو كنا نعترض أبو سلمان قالوا هذا يعني استباق وهذه محاولة للتسقيط، لكن اليوم نحن نتحدث عن اعتراضات رسمية، بالتالي هذا يسقط هذا الطرح وهذا السؤال، هذه الملاحظة. الأصل أن هنالك يعني إجراءات يجب أن تمر بسلاسة وسلامة، والآن أيضا الرسالة واضحة أمام المفوضية. المفوضية مطلوب منها عادة العدوى، الفرز اليدوي، لماذا لا تأتي بهذا الإجراء؟ لأنه ليس من اختصاصها سيد عباس، يعني ليس من اختصاصها، جرت في عام 2018 وتأخرت النتائج ما يقرب 4 أشهر. نعم. وتم الإعلان عنها أيضا، الآن يمكن لها أن تفاتح مجلس القضاء الأعلى، وأيضا احنا عشدنا مجلس القضاء الأعلى، كانت الإشكالية بقربه عليه أن يذهب باتجاه طبعا. سيدي الكريم، نقطة يجب أن نتفق عليها ونتحدث بها، إن الانتخابات المبكرة جاءت لصناعة استقرار سياسي ولإيصال رأي الشارع العراقي. إذا كانت هذه الانتخابات لا تذهب باتجاه حل المشكلة السياسية واستقرار سياسي، إذا ما قيمتها؟